عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا باقين مع حدث الهجرة الثانية إلى الحبشة. وقفنا في الحلقة السابقة عن سؤال الملك الحبشي، المسلمين عن دينهم الجديد المخالف لدين قريش والمخالف لدين الملك أيضا، يعني الديانة المسيحية. فجاء جواب واحد الصحابي في هذاك النهار باش يشهد القصر ديال الحاكم الإثيوبي في العقد الثاني من القرن السادس الميلادي، ويسمعوا الحاضرون وتسمع الدنيا كلها جيل بعد جيل، واحدة من أفضل المرافعات على الإسلام في التاريخ وأكثرها قوة ووضوح وتأثير على العقول والقلوب. إنه جعفر بن أبي طالب أحبتي، اللي تم اختياره من طرف المهاجرين باش يتحدث بالاسم ديالهم بين يدي الملك ويواجه داهية العرب عمر بن العاص، اللي كان يعني على واحد المستوى كبير من الذكاء والمكر، واللي شحن كل ما كان عنده من حجج ولقى بها بين يدي النجاشي. فتحدث على خطورة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم كيشكلوا خطر على النجاشي والملك دياله، كما أنهم يعني فسدوا الجو ديال مكة. ولولا حب قريش يعني النجاشي ما كانوش غيتكبدوا هذه المشقة باش يجيو يعني ينصحوه. وهو اللي يعني كما قال عمر: تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف ويأمن تاجرنا عندك. فلا أقل من أنهم يردوا له ذاك المعروف بالمثل دياله، ولا أقل من وفاء حسن الجوار والعلاقة بين مكة والحبشة من أنهم يحذروه من هذه الفتنة المخيفة. وأخطر ما في الأمر هو خروجهم على عقيدة النجاشي، فهم دعاة فتنة كيف بينهم عمر، واستصغارهم للملك واستخفافهم به، فكل الناس يعني كانوا كيسجدوا ليه إلا هما لا يفعلون. اتهامات كثيرة وباطلة لصقها عمر بالمهاجرين، فكان على جعفر بن أبي طالب أنه يرد على هذه الاتهامات كلها. واختيار جعفر بن أبي طالب أحبتي ما كانش اعتباطي، ما كانش غير هكذاك، ولكن كان الأسباب والامتيازات امتاز بها على غيره. فهو من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ولد عمه اللي عاش معه في بيت واحد، وهذا الشيء كيخلي الملك الحبشي يعني أكثر اطمئنان وثقة لما يعرض عليه الابن ديال ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الكلام اللي غادي يعرضوا عليه. وكان رضي الله عنه يعني أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. فالخلق دياله رضي الله عنه مقتبس من أخلاق النبوة. كان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذكاء وقمة في المهارة السياسية والإعلامية والدعوية. قال جعفر بن أبي طالب كيخاطب الملك وكيخاطب الدنيا كلها: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. لاحظوا كيفاش يعني بدك يعدد يعني العيوب الجاهلية، وبدك يعرضها بواحد الصورة كتنفر السامع. ثم أضاف قائلا: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فشوفوا هنا كيفاش بدك يعرض جعفر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع المليء بالرذائل، كيفاش كان بعيد عن النقائص كلها، معروف بالنسب دياله صدقه وأمانته وعفافه، فهو المؤهل للرسالة. ثم قال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فشوف هنا كيفاش يعني برز جعفر محاسن ديال الإسلام والأخلاق دياله اللي كانت كتتفق مع دعوات الأنبياء. فكون النجاشي والبطارقة دياله يعني الحاشية دياله كانوا يعني متعمقين في النصرانية،
فهما كيدركوا أن دعوة موسى وعيسى عليهما السلام هذا وصميمها. ثم أضاف قائلا: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. يا الله، شوفوا هنا جعفر كيفاش فضح يعني داك الشيء اللي فعلته بهم قريش، وأحسن ثناء على النجاشي بما هو أهله، بأنه لا يظلم عنده أحد، وأنه كيقيم العدل في القوم دياله، وأنهم اختاروه من دون الناس فرارا من ظلم هؤلاء. يا الله، يا لروعة هذه المرافعة، خطوات واضحة وكلمات مضيئة قضى بها على بلاغة عمر وفصحته، وملأ عمر النفس ديال النجاشي واستأثر باللب دياله، وكذا باقي الحاضرين. فأي قاضي عادل كيسمع بحال هذه المرافعة العظيمة بالصدق ديالها ووضح ديالها ومعاني النبل ديالها، ثم ما ينصفش الأهل ديالها. وجه الملك لهم سؤال آخر بعد ما سمع المقالة ديالهم الأولى، وقال لهم: هل عندكم شيء من القرآن الذي أنزله الله على نبيكم؟ فهنا جاوب جعفر أن نعم، فطلب الملك أنه يسمع. فبدت يقرأ جعفر من مطلع سورة مريم اللي كان فيها يعني غاية الإحكام والروعة والتأثير. واختيار جعفر لسورة مريم كيبين الحكمة والذكاء ديال سفير الإسلام. فسورة مريم كتحدث على مريم وعيسى عليهما السلام. قرأ جعفر في خشوع وبأداء عذب: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا الله، ما كاد جعفر يعني يتجوز بداية صورة حتى تجلت الحقيقة للملك المسيحي العادل. فما حبسش الدمع ديالو، فبكى حتى بلل يعني الدموع ديالو بللت اللحية ديالو، وبكوا الأساقفة اللي كانوا معاه. ثم صدر الملك الحكم ديالو العادل: إن هذا يعني القرآن، والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق. وهنا وجه الحديث لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قالهم: انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما. خرجوا من عنده، فقال عمر بن العاص، ما عجبهمش الحال، قال عبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدا وأستأصلهم. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما عندنا لا نضيعها. قالوا يعني صافي نسى الأمر لأنهم أرحام ديالهم. فقال عمر: والله لأفعلن، يعني مصر. رجع عمر والصاحب ديالو النجاشي باتهام جديد، المفاد ديالو أن المسلمين كيقولوا في عيسى بن مريم قول عظيم. فهنا رسل لهم النجاشي كيسألهم على القول ديالهم في المسيح، فيعني فزعوا وخافوا، ولكن أجمعوا على أنهم غادي يقولوا الصدق كائنا ما كان، اللي بغى توقع توقع. رجعوا المسلمون مجددا للمجلس ديال الملك، كيحاصرهم اتهام جديد، كيتصل بعقيدة الملك القاضي مباشرة. جاء جعفر فأدلى، جعفر بن أبي طالب فأدلى بالجواب الصحيح عند المسلمين دون زيادة أو نقصان، فقال: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطاهرة. رد رضي الله عنه بأنهم ما كيقلهوش عيسى بن مريم، وما كيخوضوش في العرض ديال مريم عليها السلام، والنجاشي يعني ما عندوش شي زيادة على هذا الشيء اللي قال. كيقول الله سبحانه في سورة مريم:
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يا الله يا لروعة هذه الآيات الكريمة يعني كتأثر السامع ديالها بجمالها وبإيقاعها وديك القدرة المعجزة على رواية قصة طويلة في فقرة صغيرة لما سمع النجاشي المقولة ديال جعفر رضي الله عنه خد واحد العود وقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت في يعني قدر هذا العود أي أحبتي أن التصور اللي جا به القرآن الكريم عن عيسى بن مريم ما كيختلفش على التصور المسيحي اللي كيأمن به الملك وهنا صدر الملك بعد ذلك يعني الحكم ديالو النهائي في القضية المرفوعة أمامه وقال اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ثم قال الحشية ديالو ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله الرشوة مني حتى أخذها منكم شوفوا كيفاش رفض الملك يعني طلب وفد قريش باسترداد اللاجئين المسلمين ورد لهم الهدايا ديالهم اللي جاوا بها مبينا انهم غاديش يقبل الرشوه منهم ثم جدد الترحيب ديالو بالمسلمين واكد لهم ان يعني من عاداهم فقد عاداه هو شخصيا وانه ما غاديش يقبل انه يعني يتأذى شي واحد منهم حتى ولو يعني يدفعوا له جبل من ذهب مقابل ذلك يا لروعة هذا الترابط والتضامن بين المسلمين والمسيحيين وبين آل إبراهيم كافة لما كتصفى النفوس وكيغيب التعصب كتقول أم سلمة كتحكي كتقول وكانت ضمن وفد اللاجئين المسلمين اللي حضروا هذه الجلسات في قصر الملك الحبشي وغتصبح بعد ذلك بعد هذا الموقف بسنوات الزوج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين قالت كتلخص ما آل إليه أمر هذه المحاكمة بالنسبة لمبعوثي قريش واللاجئين المسلمين فخرج من عنده مقبوحين يعني كتقصد الوفد قريش مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار بقوا المسلمون في الحبشة أحبتي 15 عام وغيبعت لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غيبعت من بعد في طلبهم بعد الهجرة إلى المدينة بسنوات لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المدينة يعني أصبحت قاعدة أمينة للمسلمين وانتهى خطر اجتياحها من طرف المشركين لم يعد هناك ثمة ضرورة لهذه القاعدة الاحتياطية أحبتي سلم النجاشي من بعد وكتم الإسلام دياله ولما مات نعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحم وخرج بالمسلمين إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب
أحبتي في الله، فشلت حيلة عمر وصحبه ورجعوا للوفد لمكة كيجر أذيال خيبة، وعرفت قريش أنها يعني ما غاديش تقدر تشبع الحقد ديالها على الإسلام والأتباع ديالو إلا في حدود سلطانها، يعني غير في مكة فقط. فعزمت أنها تشفي الغيظ ديالها من دوك اللي غادي يوقعوا تحت يديها. وإلا كان فشلهم يعني خبر سيء لطغاة مكة، فإن هناك يعني أخبار أخرى أكثر سوء كانت كتسناهم. فما تكون يا ترى هذه الأخبار هذه؟ إنها موضوع حلقتنا المقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. بك الله أحيا نفوس الورى، وكنت لها المنقذ الأكبر، حملت لها شرعك الأنوار.